أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية، ويا هلا بالطش والرش والبيض المفقش. طبعا أنا تعودت أني أرحب عليكم بهذا الترحيب اللي من بيئتي ومجتمعي، بس ما أدري صراحة الدكتور خالد لو هو حيرحب إيش حيرحب ويقول إيش حترحب وتقول يا دكتور؟ لا خلي لك الطش والرش هذه واتركها لك. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله، نشكر الرب. أنا سعيد أكون معك في أسبوع جديد، وأتمنى الرب يعطيك نعمة آمين وبركة ويحافظ عليك ويحميك أنت وأسرتك ويحمي بلدنا وشعبنا وناسنا ويحمي المشاهدين ويباركهم كلكم كلهم. طبعا البداية مثل كل مرة نبتدي أنا وأنت دكتور وحنتكلم عن سؤال الأسبوع، وأنا اسمح لي وأتمنى أنك ما تفهمني غلط ولا يفهموني المشاهدين غلط، لكن الموضوع يحتاج فعلا نفهم أبعاده ونفهم هو إيش. إحنا نعرف، وخاصة إحنا كمسيحيين وقارئين للكتاب المقدس، ونعرف وصايا السيد المسيح، إن وصايا السيد المسيح هي رفعة للأخلاق ودعوة للسلام والعفة والطهارة والقداسة الروحية. وفي نفس الوقت نعرف إنه المجتمعات الغربية تأسست أو كانت البذرة في تأسيسها هي هو العقيدة المسيحية أو الإيمان المسيحي، فكان له تاتش كبير ومميز وواضح في المجتمعات دي، وحتى في المجتمعات المسيحية الموجودة المعروفة حتى في عالمنا العربي. لما يعني شفنا وتقربنا إلى المجتمعات دي والكل يعرف، بصراحة صدمنا، لأن احنا توقعنا أنها مجتمعات مسيحية. لكن كيف تبرر يا دكتور أنه هذه المجتمعات المسيحية هي مجتمعات يكثر فيها الانحلال؟ اسمح لي يعني أقول فيها من الانحلال، وليس ما راح أعمم جميع أشكال الانحلال الأخلاقي، لكن فيها ما يتعارض أخلاقياً مع الكتاب المقدس، وفيها برضو الكثير من الشذوذ الجنسي والمشاكل اللي بصراحة تنفرنا منها أخلاقياً. أخوي عماد، سؤالك جداً مهم، وكثير عندنا إحنا في العالم العربي ننظر للغرب على أساس أنه دول مسيحية. نعم. هذا أنت عارف أنه هذا مش حقيقي. المسيحيين لازم ما يكون كل الانحلالات الأخلاقية اللي عم تصير هذه تشوفها عندهم، مش هذه تعليم مسيحي. فهم إما أنه أصلا مش مسيحيين، زي ما أنت عارف في العالم الغربي في نسبة عالية من الإلحاد، أو أنهم يكونوا مسيحيين من جنبها، يعني من اللي مسيحيين بالاسم يعني، أو مش سائلين. يعني يا دكتور مو كل جون وجورج مسيحي؟ مش كل جون وجورج مسيحي. احنا كنا فاكرين انه زي مش كل عماد وخالد مسلم. طيب الكتاب المقدس اذا دعا للاخلاق وللعفة بعهديه القديم والجديد. نعم. في العهد القديم كيف تقدر تعطينا من 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 تعاليم الكتاب المقدس في الأخلاق من العهد القديم؟ شوف، العهد القديم أعطانا تعاليم، قال بالوصايا العشرة بمتن خروج 20: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي ممتلكات جارك، يعني لا تحسد خويك. شايف كل هذه التعليمات السامية موجودة في العهد القديم. المسيح جاء وأعطانا التعليم، نفس التعليم، ولكن أعطاها بعد أهم في العهد الجديد. في العهد الجديد نعم، قال لك قد قيل لكم لا تقتل، أما أنا فأقول لكم، المسيح يقول، من قال لأخيه يا أحمق فهو قاتل نفس. قد قيل لكم لا تزني، أما أنا فأقول لكم، من نظر لامرأة بعينه واشتهيها في قلبه فهو قد زنى. يعني أنت قاعد تقول يا دكتور أنه المسيح صعب المسألة؟ لا، أعطاها البعد الأخلاقي، لأنه القتل يبدأ من النفس، فيبغى يعالج من النفس. المسيح من الداخل بيعالجك. نعم. التعليم الأولانية كانت كويسة لبداية شعب الرب. أمين. نعم. بس أنت بعد كده خلاص ما تفضل طفل تأخذ لبن لبن لبن، ما تكبر، لازم تأخذ الطعام الأقوى. نعم. التعليم الصح
طب إذا كان العهد تعليم إلهنا في عهديه القديم والجديد تحث على هالأمور هذه كلها والعفة والطهارة، ليه نرى إذن هالمشكلة؟ الحق معك، سؤالك مهم جدا لأنه عم يسوي عثرة لكثير ناس. شايف أنت عماد وأنا وكثير من أخوتنا العابرين والمتقدمين جو للمسيح، قالوا على أساس يلاقوا مجتمع طاهر نقي، مجتمع يلاقوا فيه حلول للمشاكل، بتلاقي عم تواجه مشاكل من نوع آخر. شايف هذا حقيقة، لكن إحنا زي ما قلنا ما نحكم على التصرفات الناس. عيونك لازم تكون مركزة وين؟ على الرب، على الرب يسوع. أمين. المسيح. أمين. برافو. أمين. عليك. أمين. فتكون عيونك أنت هو القدوة الحسن حقك، القدوة المثال اللي نحتذي فيه المسيح. فالناس عم يغلطوا، إيه عم يغلطوا، إحنا ما ننظر للناس، إحنا ننظر لخالق الناس. طيب ممكن تسمح لي دكتور في ختام الحلقة، أنت متعود أن أنت توجه رسالة في نهاية السؤال، صحيح، في أو في نهاية الفقرة الخاصة بسؤال الأسبوع، ممكن تسمح لي أطلب منك أن أنت توجه رسالتين اليوم. الرسالة الأولى إلى 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 إلى, إلى المسيحيين، وفي خصوص هذا الموضوع اللي تكلمت عنه، والرسالة الثانية إلى الناس اللي تسأل هذا السؤال. الرسالة تكون للجميع تقريبا، لأنه نفس الاحتياج، الكل محتاج للمسيح يا أخ عماد. نعم. فلما تيجي تفكر بتعاليم المسيح، قد قيل لكم مثلا لا تكذب، أما هو المسيح يقول لك فليكن كلامكم لا لا نعم نعم. نعم. شايف؟ يعني لازم يكون كلامك صادق. قد قيل لكم لا تقتل، أما أنا فأقول لكم من قال لأخيه أحمق معناته قاتل نفس. ليش؟ لأنه القتل يبدأ بالكره. نعم. فهمت علي شلون؟ وهكذا. فهو لما أنت تمشي على تعاليم المسيح تلاقي نفسك طبيعيا تطبق تعاليم العهد القديم. أمين أمين أمين. فهذه تصلح للمسلم اللي عم يسأل هذا السؤال، أو للمسيحي اللي ما عم يطبق تعاليم الله بالشكل الصحيح. نعم. وكلنا محتاجين ترى أنا. امين. كلنا احيانا نمر بلحظات ضعف. امين. وانا اضم صوتي الأمانة. انا اضم صوتي لك دكتور، واتمنى نعم. من الاخوه المسيحيين التمسك بكلمه الله. امين. ووصايا السيد المسيح وتطبيقها فعليا. واتمنى من الاخوه السائلين استخدام هالفرصه للتعرف على شخص الرب يسوع المسيح، والتعرف على تعاليمه ووصاياه، والنمو الأخلاقي والقداسة اللي موجودة في كلمة ربنا. أمين. أشكرك يا دكتور على هذه الفقرة، ونشوفك بعدها، وشكرا لك. الرب يبارك يا عماد، وشكرا للأخوة المشاهدين.